الحياة في العائلة، التطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل اللي تهم العائلة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لكم على اختياركم إذاعة الحياة فم. موعد جديد من برنامج الحياة في العائلة، معكم سهام حمدي في الميكرو، يرافقني أحمد المخلوفي في الإخراج التقني للحصة. اليوم باش نحكيو في الحياة في العائلة على تقييم النتائج المدرسية من قبل الأولياء، كيفاش لازمها تكون، كيفاش نتعاملوا مع صغارنا مهما كانت المعدلات نتاعهم، سواء كانت ممتازة عادية متوسطة أو حتى ضعيفة. هذاك علاش تحضر معنا في الاستوديو مدام نجيبة الحاجي، الأخصائية النفسانية التربوية. مدام نجيبة، أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الكل بكل مستمعي الحياة أف أم. شكرا لك مدام نجيبة. اليوم بعد ما تلمذي تخذي والنتائج والأعداد متاحهم، وتعرف أنت الأولياء عندهم حرص كبير برشا على المعدلات والنتائج المدرسية لصغيراتهم، حابين نشوفوا كيفاش لازم الولي يتصرف مع صغيراته مهما تكون النتائج متاعه، كيفاش التصرف السليم والتقييم السليم للأولياء للنتائج المدرسية. بيسير باش نحكيو بأكثر تفاصيل معاك، ولكن قبل كل شيء ديما نبداو بميكرو تروتوار من اعداد زميلنا بلال الدريدي. الولي لازم يراعي ولده قبل الامتحان، الفتره نتاع الامتحان مش كنا اللي تصلى له هنا كي يجيب الكرني ولا يجيب البلتان اكزمان ينزل عليه، لا لازم يراجعوا من الاول ويتفقدوا في الداخل والخارج في المدرسه وفي الدار، والدار هي الاساس، خاصه الام هي تكون مدرسه، لو بولدهم في الدروس ويراجعوها له يشوفوا فاش ضعيف فاش قوي، اذا كان ماده ضعيفه يدركوها. تقييم الولي لنتائج ابنه بعد الامتحانات، قاعدين نلاحظوا في ظواهر حقيقه مؤسفه برشا، انه الولي يقيم ابنه مجرد اعداد فقط، ما يخزرش للمجهود اللي قام به، ما يخزرش للضغوطات المر بها، يقيمه فقط جاب عدد به ولا ما جابش عدد به، وهذا حقيقه تقييم معناتها غير موضوعي، لانه الولي يفصل معناتها كل شيء عن ابنه، معناتها مهاراته وكفاياته وكل شيء في الحوايج الاخرى، ويحصروا في تقييم معناتها لانه جاب فيه عدد ولا ما جابش فيه عدد، هذا حقيقه يؤدي بالتلميذ لانه يعيش ضغوطات نفسيه كبيره برشا، هذا اللي خلينا نلاحظوا تلامذة تبكي نهار النتائج اللي هو كان عاده يوم فرحه ايا كان النتيجه اللي تحصل عليها التلميذ، لكن اليوم قاعدين نلاحظوا معناتها في نتائج كبيره برشا للتقييم هذه، وهي نتائج خايبه الحقيقه، انه التلميذ يصبح معناتها متاسف ومضغوط ومكتئب بسبب النتائج نتاعو. دونك مدام نجيب، سمعنا الميكرو تتفرج المداخله الثانيه، متاكده اللي هي باش تعجبك برشا. عجبتني ديجا. الصغيرات هذه تو بالحق الفتره هذه راهي حساسه جدا، والصغيرات كانوا في ضغط وقلق ومعناها متاع امتحانات، من واجب الولي انه يهيئه قبل ما يجيب له النتائج انه يعبر له على مشاعره اللا مشروطه، وانه ولده قبل الاعداد ولده وقيمته ومعناها وكرامته ووضعيته اهم من العدد، ومش حبه مربوط باك الاعداد، هذيك الاعداد راهي مالها الا علامات تمر مي نفسية ولده، والثقة في النفس ما تتعوضش بحتى أعداد وبحتى نتيجة وبحتى شيء. هذه قبل ما ياخذ النتائج. قبل ما ياخذ النتائج. أما توصي صار معناها وخذيه نتائج. أصلا ما في الصدور توا كيما نقول. يبين لولده اللي هو صحيح مهتم به باش زاد الصغير يعرف اللي قيمة الأشياء اللي عملها. دونك عندنا ثلاثة وضعيات، الصغير يا مش يكون من المتفوقين، يا مش يكون من المتوسطين، يا مش يكون من الضعاف. دونك في الحاله هذه الولي اش باش يعمل؟ يمشي كافئ المتميز، مشي يشجع المتوسط، يحفز الضعيف ويثمن له مجهوداته، فقد يكون ذات يوم مميزا. باهي، توا بالتفاصيل مدام نجيبه بالتفاصيل. اول حاجه مش نعطيك كيفاش الوضعيه الكل، الوضعيه جاب لي ولدي امتحاناتي، معناتها جاب نتائج الامتحانات، لانها كالامتحانات راهو مجهود جبار قام به الصغير، معناها سمان ولا اكثر، معناها فتره زمنيه معينه الصغير عاش في وضعيه معناها صعيبه، نجم نقولوا صعيبه وفيها ضغط نفسي كبير اتسيتيرا. دونك الولي مش يحاول في النتيجه يضبط نفسه، يحاول يكون في صلابه نفسيه كبيره، ما يردش الفعل، يحتضن ولده، يحتميه، لانه شنو هو اك الضغوطات الخارجيه الكل في المحيط المدرسي وفي المجتمع، ويسمع ان خذينا الكراني خذينا، ديجا هذيك سي ستريسون. دونك الولي مش يكون هو المأمن والامان، ما تزيدش انت تزيدوا ستريس على ستريس وقلق على قلق وضغط على ضغط، خذ وبعد اتصرف، حذا ولدك ما تردش الفعل، خاطر هذاك راه باش يعطيه شرف في نفسيته
ومش يحس معناتها الصغير مهما كانت وضعيته. باهي مدام نجيبة، انت قلت نكافئوا النجاح المتميز، نشجعوا المتوسط، نحفزوا الضعيف. كيفاش نكافئوا وكيفاش نشجعوا كيفاش نحفزوا؟ مدام نجيبة هذه باش تجاوبني عليهم بالوحده بالوحده، ومن بعد كي يبدا في العائله الواحده عندنا شكون متميز وشكون ضعيف وشكون متوسط، كيفاش هلا باش نعطوها نحن بصفه عامه؟ هو اكيد باش يكونوا هذوما معناها فما وضعيات احنا باش نحكوا بصفه عامه باش بعد العائله تفهم. انت كي يجيب لك ولد لك معدل به، انت بتبيعه مش تكافئه ماديا او معنوي. معظم الاولياء وعدوا ديجا، يلزم الولي يوفي بالوعد. كان تجيب نعطيه، كان نجيب، لو ان هذه طريقه اسلوب خاب، اما لا علينا جات النتيجه باهيه، مش يخرجوا معناها مش يكافئوا بالاحضان والحب باش يبوس باش يطبطب عليه باش باش يحضنوا اتسيتيرا، او باش يعطي علامات والا باش يحط له بعد باش تجي المكافأة المادية باش يخرجوا خرجة باش يفطروا البرا باش يشريوا لبسة باش يشريوا لعبة هما والاتفاق اللي صار. بعد كيف جي ولدك متوسط، ما يسالش نقبل نشجع ولدي ونثمنه أكل مجهود، خاطر هي أنت ثمن المجهود ما تثمنش النتيجة، خاطر ولدك أكيد عمل إيفور أما حسب قدراته جاب المعدل هذاك. المتوسط مش نخزر العلامات الباهية، نثمنوا على العلامات الباهية، معناتها أنا باش نشجعوا على علامات الباهية ونبحث في أسباب العلامات اللي ما جاتش باهية، خاطر الأسباب يمكن ياسر تكون مربوطة بالصغير، يمكن ياسر مربوطة بالبيئة الأسرية، هل أنا أعطيت وضعية حسنة وسليمة باش ولدي حذر، أو موجودة في المدرسة، أو موجودة في البروجرام، أو موجودة في المادة. يبحث في الأسباب باش ينجم يعالجها، خاطر إذا تعرف السبب راك باش تلقى الحل. باهي، مدام نجيبة هوني سؤال، أنت حكيت على المتميز كيفاش نوفي بالوعد اللي أعطيته له. أكيد. لو أنا أعطيت وعد لصغيري لو كان يجيب معدل باهي نشري له أكل حاجة حتى هذيك. حتى كان ما وعدتوش نعملها ما يسالش. باهي، وهو جاي متوسط وما وصلش للحاجة اللي أنا طلبته منها ولا اللي اتفقنا عليها، إيش نعمل هوني؟ في الوضعية هذية ما يسالش، خذ بخاطره واعمل هالو، ما انت وعدته مش يقول لك وقت انا مهما يكون انا باش نتحصل على الوعد نتاعي. لا، هو باش يقول له مهما يكون انت ولدي، انت عزيز عليا وما يغلى عليك شيء، انا وعدتك باش نخرجك ديجا فيها بونيس الاخر، نثمنه اكل المجهود اللي قام به والتعب اللي تعبي باش انا نشجعه المره الجايه، حتى كأكل سقف الطموحات ما وصل لهاش المره الجايه باش يوصل لها، ما فيها باس معناها شنو هو اللي قال مدام نجبي هون؟ هوني صغير نجم يقول لك انا باش نوصل يحقق لي الوعد اللي وعدي به حتى لو كان ما جبتش اللي اتفقنا عليه. اقتران الشرطي يا سهام ما يمشيش، راهو ديما الصغير هو هذاك حد جهده معناها، علاش انا نكلف فيه في اكثر من جهد؟ واضح. به الفرضيه الثالثه، اذا كان المعدل كان ضعيف. كان ضعيف هاني قلت لك البحث في الاسباب، اكيد مش يجي ضعيف في كل شيء، وحتى كان ضعيف في كل شيء يمكن الصغير عنده مشكله. انا باش نبحث في المشكل، انا الساعه مانيش باش نحرمه من عاطفتي، خاطر المحتاج له هو ضعيف ديجا، حس انه خيب امال الاولياء نتاعو، مش يكون عنده انكسار في نفسه، مش يكون مستحق للدعم المعنوي، مش يكون مستحق بالحق للدعم المعنوي والعاطفي والنفسي من والديه. والديه باش يقفوا معاه، كان هو احبط في المدرسه، احبط في نتائجه، نفسيه محبطه، معناتها زاد انت ما تخليش في الوضعيه هذيك، لازمك انت تقف معاه وتبحث على الاسباب باش تنمي المهارات وتنمي الحاجات اللي ما مشتش معاها، وعلاش ولدك ضعيف، وتطرح وتستشير المختصين وتتصل بالكادر المدرسي وتشوف ولده علاش في الوضعيه هذه. واضح، خاطر ضعف التلميذ راه مش مسؤوليته وحده، راه يلزم عوامل مشتركه، عوامل متعدده ومتفاعله يلزمنا نبحثوا فيها ونشوفوها. وديجا وقتتها انا باش نعمل برنامج ومش نبدل اساليبي ومش نشوفي معناها كيفاش انا باش نطور نحكي مع ولدي من بعد، مش نحطه قدامي تتعدى الفتره الزمنيه هذيك، نحتضنه نعطيه الشارج افكتيف وننمي له ثقته في نفسه وما يسالش، والمره الجايه تكون احسن ومالها الا خاطر مازال الصغير عنده فرصتين اخرين. ما يسالش انا ناقف نعمل برنامج كيفاش باش الدعم والعلاج، اسكو انا باش نعمل له دروس معناتها دعم، اسكو انا باش نشوف ولدي تكونش عنده صعوبات نتصل بالمختصين، نشوف ديما البحث على الاسباب. واضح مدام نجيبه، دونك نفهم من كلامك اللي العائله كيبدا فيها شكون ممتاز متوسط والا ضعيف، الكلهم يحتاجوا الى الدعم المعنوي والعاطفه. ولدنا راهو ولدنا مهما كانت النتائج، لانه صحه ولدك
ومعناها وحياة ولدك وثقة نفس ولدك بالدنيا، ما في ما تتقاسش بعلامات، راهو العلامات ماهيش معناها هي باش تعطيك قيمة ولدك، القيمة موجودة في عين والديه وموجود هو في قلب والديه، أو موا كي المحيط معناها مجحف وهكا ترى في البروجرام وصغير معناتها يلقى على الأقل والديه. واضح، دونك خاصة أنت ركزت على يتحسن نتائج الضعيفة مدى المجيبة. تصير محتاج لميناء السلام، راهو السلام وميناء السلام يتوجد كان في العائلة. كان في العائلة، والعائلة عندها مسؤولية كبيرة أنه كي يكون النتائج ضعيفة راهو فما إشكال لازم تبحث عليه وتحاول تعالج. يا أسباب بيئية معناها نمائية أكاديمية تابعة للصغير، تشوف دكوة ساجيتين، يا أسباب بيئية تابعة في العيلة، فما تفكك في العيلة أو في المدرسة. أو في المدرسة أو في البرنامج ذات نفسه ما يتمشيش، فما صغير ما يتمشيش مع البرنامج مع المادة مع الأستاذ. واضح، شكرا لك مدام نجيبة الحاجة الأخصائية النفسانية التربوية، يعطيك صحة. كنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج الحياة في العائلة، نتقابلوا في الحلقة القادمة، في الأمان. الحياة في العائلة، التطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل اللي تهم العائلة.